احنا هلا في عنا عادة يعني هاي الأول مرة بنعملها بحلوة يا دنيا. أستاذ رفيق لحام أعطانا هدول الكروت طبعا هم من رسمات ونوجه له كتير تحية، كان معنا بالجزء الأول من حلوة يا دنيا. بدنا من زينب ومن الأستاذ سهيل ومن يعرب يكتب لنا هيك إشي للذكرى لحلوة يا دنيا. نقت لك إشي نبطي وألوان فريحية، شايف كمان مميز لأنه عندي إله مكانة خاصة يعرب في قلبي. وبهالأثناء كمان بدنا نسألكم السؤال الأخير سهيل، حلوة يا دنيا لولا السوداوية، السوداوية زينب والحروب، والحروب نعم. زينب حلوة يا دنيا لولا لولا التشاؤم. تشاؤم يعرب خصتي. انا راح اجاوب بالعكس. انت فاجأتني بهدوءك في المقابله. لا شوف انا مش نايم، بس هو مش على الهواء، انت مو انت يعني على الهواء يعني لا بس انا حاب اجاوب بالعكس. بليز مش حلوه لولا الموسيقى الميوزك وهدول هدول الناس. الله سلام منذر همام حموده علي حلمي. الله هيا شباب هدول والله اخواني عن جد. مش حلوه الدنيا لولا الفن. الله يديم الموده بيناتكم. هدول اخواني ولولا اللون فعلا. او بدك تقول لولا الكونتر باس لولا احنا لو كان في مجال كان لازم نجيب لوحه ونرسم دايركت. نرسم دايركت ان شاء الله نعملها ان شاء الله في المستقبل. ما عندنا مشكله كمان مره زي ما رسمت لنا الرسمه الحلوه زينب في المستقبل ان شاء الله. اشكرك سهيل على ايضا اللوحات اللي قدمتنا نعم. اياهم هيهم موجودين اذا ليلى بتقدر تاخذهم. اللوحات في المقدمه محطوطين على اول الطاوله. يسلموا ايديك. وهلا شو ضل عندنا؟ ضل عندنا اهم جزء بحياه فؤاد الكرشي من برنامج حلوه يا دنيا الفطور. يوم الجمعه احنا بنعرف انه هو يوم لمه العائله، واحنا سرقناكم من عائلاتكم نوجه لهم تحيه كثير كبيره. بدنا نفطر مع بعض وبدنا نشكر كل المشاهدين والله. اللي تابعونا كثير مبسوطين ان رجعنا بعد عطله ان شاء الله انه قدمنا معلومه ونصيحه وكلام كان مفيد وفني خلال هاي الحلقة. واستنونا في حلقات قادمة تحمل أيضا مواضيع تمس حياتنا. كل يلا. الشكر لكم. أنا مرتي بتشتغل. يلا تفضل. شو كيف يعني مرتك تشتغل؟ يلا تفضل. أهلا وسهلا. بدناش بدنا نكتب على هاي طبعا. يلا عند المطبخ تفضل. يلا أهلا وسهلا بليز. تفضلي زينة من هون من هون المطبخ. أهلا وسهلا أستاذ تفضل. وين يعرب؟ ما بدك تفهم معنا صار. يعرب بده يعزف او انا مش عارف بده يعزف. خلينا كمان فؤاد اليوم نذكر كل مشاهدي قناة رؤيا بانه الزميلة ليلى السيد اليوم رح تبدأ بأولى حلقات برنامجها الجديد بعنوان شريك مساعد الساعة 8:30 عبر قناة رؤيا. برنامج ممتع وبتخيل انه رح يلاقي نجاح واسع، خصوصا انا بتمنى لها من التوفيق اعداد وبتمنى ايضا لرؤيا يعني التوفيق. دائما رؤيا عندها يعني افكار لبرامج جديده وتفيد الحياه على من اعداد فرح العاصي. واكيد ندى معدتنا الرائعه مجالات حيه كثير كبيره. ضلوا بالف خير. باي باي باي.